شرعت وزارة الإسكان صباح اليوم في إجراءات السحب الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع مجمع 609 بمنطقة سترة على المواطنين المستفيدين، وذلك في مستهل تنفيذ الوزارة لبرنامج توزيع 3200 وحدة سكنية إضافية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارة سموه الأخيرة إلى وزارة الإسكان. سعادة وزير الإسكان أكد أن الوزارة مستمرة في تسخير طاقاتها من أجل إتمام تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية الإضافية خلال فترة زمنية قصيرة، أسوة ببرنامج المرحلة الأولى من التوزيعات التي شهد توزيع 3000 وحدة سكنية مؤخراً. بعض النهايات تكون امتدادا لبداية جديدة، فعندما انتهت وزارة الإسكان من توزيع 3000 وحدة سكنية والتي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كانت تدرك بأن هذه المرحلة لن تتوقف هنا. فزيارة سمو ولي العهد وتوجيهه بتوزيع 3200 وحدة سكنية كانت امتدادا للتوزيعات الإسكانية، وها هي تعود مجددا وزارة الإسكان لتبدأ أولى محطاتها في توزيع 3200 وحدة سكنية في مشروع 609 في منطقة سترة، حيث يعد من المشاريع الرئيسة والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة ببناء 25000 وحدة سكنية، والمنبثق من التوجيه الملكي ببناء 40000 وحدة سكنية. نؤكد على التزام الوزارة وإن شاء الله قدرتها على تنفيذ التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40000 وحدة سكنية. خلال هذه الفترة استطاعت الوزارة أن تنفذ العديد من الوحدات، وبانت قدرتها على الالتزام بالبرامج التي حددتها القيادة السياسية. طبعا الوزارة لم يكن لها أن تصل إلى هذه المستوى من القدرات لولا الدعم اللامحدود من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة واهتمامه بالملف الإسكاني ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وكذلك متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. ومن منطلق حرصها على سرعة تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد، بدأت الوزارة بالاستعدادات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي اليوم تفتح أبوابها مجددا أمام المنتفعين من الخدمة ليكملوا إجراءات عملية السحب الإلكتروني على مشروع 609 في منطقة سترة، حيث عبروا عن سعادتهم وشكرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالمواطن ومتطلباته. الحمد لله رب العالمين، شعوري زين يعني، حلو ومرتاح يعني، مستانس. شكر للقيادة وشكر لجلالة الملك بالخاص على الجهود الطيبة. الصراحة مستانسين، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أنا الصراحة فرحان وايد، وأنا يعني اللي تمنيت حصلت عليه اللي هو أنا من سكنة سترة، وحصلت اللي هو وحدة سكنية في سترة، وأشكر اللي هو جلالة الملك ورئيس الوزراء الموقر ولي العهد. مستانس اليوم لأنه حصلت على وحدة سكنية، وأحب أشكر جلالة الملك. حصلت البيت اللي أنا في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، أكيد مستانس يعني، الحمد لله يعني، في نفس المكان اللي ساكن فيه عائلتي والأهل موجودين في نفس المنطقة، يعني أكيد هذا شعور طيب يعني. نشكر القيادة على سمونا على البيوت اللي حصلناها وما قصروا، ونشكر الملك ورئيس الوزراء ويا سمو ولي العهد. حصلنا بيت على زاوية والحمد لله، ونشكر جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد، الحمد لله يعني على البيت اللي حصلنا، مستانسين. اليوم هذا أسعد يوم عندنا في حياتنا، حصلنا بيت الحمد لله رب العالمين، ونشكر الحكومة رشيدة على البيت اللي أعطانا إياه. والله نشكر القيادة على صراحة على الجهود جبار، عموما عقب ما حصلنا البيت الحمد لله رب العالمين نشكرهم، وإن شاء الله مش أقول يخليهم على رأسنا إن شاء الله. أنا أشكر القيادة الرشيدة على جهودها، وأنا من سكن السترة وحصلت الحمد لله في السترة.
إن برنامج توزيع 3200 وحدة سكنية يترجم الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتحقيق المكتسبات الإنسانية التي تشهدها المملكة حاليا، سواء على صعيد تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع في المجمعات والمدن الإسكانية أو سرعة توزيع الوحدات على المستفيدين. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.